بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث النجاة، واجعلنا دائما نزداد قربا منك بإذنك وبركاتك يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم السلطان. نعود إلى الآية. قل إن كان آباؤكم، شوف الخطاب كيفاش يوضح ما هي حال الإنسان عامة، الهموم نتاعهم هي دنيوية. قل إن كان، وهذا هو علاش ما عندهمش بصيرة فعالة، لأنه اللي يميل الدنيا ينسى الآخرة، وينسى الدنيا أو يهتم بها وينسى الآخرة، وربما يعمل لها وينسى الله، فكانه لم يعمل شيئا لصالحه دنيويا ولا لصالحه الأخرويا. ولهذا نحذركم، السعي الذي وصانا به المولى هو سعي نبتغي به وجه، سعي غير ظلامي، سعي غير هلامي، سعي غير ديليرون، ماهوش حكاية متاع هذيان. احنا لسنا، احنا ابعد الخلق عن الهذيان وعن كل انواع الهذاءات اللي بسيكوز. Les gens du Coran sont indemnes de toutes ces calamités-là. Wassalamu ala man ihtada.